حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الباحث والأكاديمي المختص بشؤون المياه والأنهار السيد هيثم الخزعلي. أهلا ومرحبا بك أستاذ هيثم. بداية، أنباء عن توقف نهر دجلة عن الجريان بقضاء المجاري الكبير بمحافظة ميسان وفقدان 80% من المخزون الاستراتيجي لبحيرة الموصل. إلى ماذا ترجع هذا أو ترجع هذا الفقر المائي الذي يعيشه العراق؟ مرحبا بكم وبقناتكم الكريمة ومشاهديكم الكرام. ابتداء كما تعرف أن هناك مشروع تركي كبير يضم 22 سد، يعني وأكبر هو سد أليسو، ومن المقرر أن يتم اكتمال هذا المشروع وبداية تخزين المياه فيه وبناء 18 محطة كهربائية. وكما تصرح تركيا هي أمر ضروري للتنمية التركية، إلا أنها في عين الوقت تؤدي إلى انخفاض مناسيب المياه في نهري دجلة والفرات بشكل كبير. هذا أحد أسباب يعني قلة المياه، بالإضافة إلى موضوع بناء سدود من قبل إقليم كردستان العراق على نهر ما يقارب 5 سدود، أدت أيضا إلى انخفاض مناسيب نهر دجلة، بالتالي لن يصل إلى مناطق جنوب العراق إلا يعني مناسيب ضحلة جدا. نعم. ومما أدى إلى دخول مياه. طيب، أين سياسة الحكومة حول هذا الأمر؟ لماذا لا تدافع عن الحصة العراقية؟ لماذا لا تدافع عن المياه بالنسبة للشعب العراقي؟ نحن الآن في أول مرة بتاريخ العراق نجده جافا إلى هذه الدرجة. طبعا كما تعلم أن هذا الموسم لم يشهد أي تساقط أمطار، وأعتقد أنه سبب أيضا بسبب انخفاض المياه المتدفقة في نهري دجلة والفرات وارتفاع نسبة التصحر. وتوقع أن يكون الصيف القادم حارا لاحبا ومليء بالغبار والأتربة نتيجة تصحر العديد من الأراضي بسبب شحة وانخفاض المياه. الحكومة العراقية مطالبة بأن تدافع عن حقوق العراق المائية طبقا للقانون الدولي، وهناك قوانين تخص الأنهار المشتركة. على تركيا أن تلتزم بإطلاق حصص العراق المائية وأن لا يتم ابتزاز العراق. نعم، هناك من يرى أن من الأسباب الرئيسية لأزمة المياه في العراق هي بذل المياه الإيرانية وتحويل مجرى نهر إيكارون. كيف ترون هذا الأمر؟ طبعا كما تعلم ان نهر كارون البالغ 950 كيلومتر هو ينبع من مناطق شمال غرب ايران ويمر في اقليم العربستان او الاهواز ويصب في نهر شط العرب. هناك كانت مشاريع وخطط لدى الحكومه الايرانيه بتغيير مجرى النهر الى اواسط البلاد، الا ان هذا السبب يعد سبب ثاني صب في شط العرب. نعم، مياه في شط العرب ويؤثر على نسبة الملوحة في شط العرب بسبب قلة المياه الخليج إلى شط العرب، ولكن بالنسبة إلى المياه المتدفقة في نهر دجلة قبل محافظة الكوت وميسان، فأتوقع أنه السبب الرئيسي عدم إطلاق حصص العراق المائية من قبل تركيا. نعم، كان معنا الخبير والمختص في شؤون المياه والأنهار الباحث والأكاديمي السيد هيثم الخزعلي، شكرا جزيلا لك.